نبدأ من الاتحاد الأوروبي، حيث تولت القيادة الجديدة له مهامها الأحد متأخرة شهرا كاملا عن الموعد المقرر سابقا، ومتعهدة تعزيز وحدة أوروبا واستعدادها لمواجهة التحديات الكبرى بخاصة التغير المناخي. وأقيم احتفال مقتضب بتولي الألمانية أرسولا فون دير لاين رسميا مهامها على رأس المفوضية الأوروبية. شارك فيه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي تولى بدوره الأحد مهامه رسميا. ويأتي تولي القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي مهامها في توقيت حرج للتكتل الذي يواجه صعوبات كبرى، لا سيما في ملفي بريكزيت والتوتر المتصاعد مع الصين والولايات المتحدة. وقالت فوندرلاين بحضور رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ورئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: إن على مسؤولي الاتحاد الاضطلاع بمسؤولياتهم الكبرى بصفتهم مؤتمنين على معاهدات التكتل. وتابعت الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية: إنها مسؤولية تجاه الشعب الأوروبي وتجاه الآباء والأمهات المؤسسين وتجاه أطفالنا.